بعدنا مع النسب المثلثية. خدنا النسب المثلثية احنا للزوايا اللي هي 30 و60 و45. الزوايا اللي هي 30 و60 و45. حكينا طبعا ال 30 اللي هي باي باي على ايش؟ باي على 6 باي على 6 و60 باي على 3 باي على 3 باي على 4 هاي باي على 4. حس هذول جايين عكس بعض، يعني 30 باي على 6 و60 باي على 3 45 باي على 4 خلاص مع نفس الشيء باي على 4. واحنا حكينا الزوايا المثلثيه عندي اللي هي الجيب والجتا والظل، جيب وجتا والظل. خلينا نكتب هيك جيب، وهي ما فيش مكان هون سامحوني، فبدي اكتبها هيك صغيره على جنب. جيب هيا جيب جتا وايش؟ ظل. عكسه عكس الجيب قطع، وعكس الجتا قاطع، عكس الظل قطع قطع، عكس الظل ايش؟ قاطع. طيب معايا يا جماعه انتوا؟ طيب بالنسبه على السريع بال 30 جيب جيب نص جيب واحد. خلينا نعكس مع ال 60 جذر 3 جذر 3 نص جذر 3 45 طبعا القطع والقاطع والقطع عكس هذول. طيب ماشي سهلات. خلنا الان ناخذ قاعده يعني هاي او هاي، احنا حكينا الترتيب في الشغلات هاي مش راح يضر، الترتيب في الشغلات هاي مش راح يضر يضر. خليني احكي الان عن الزوايا او قاعده كنت اخذتها بالعاشر اللي هي ايش القاعده؟ اذا قطع ضلع انتهاء الزاويه ها، اذا قاطع ضلع انتهاء زاوية في الوضع القياسي لها دائرة الوحدة في النقطة سين وصاد، أي نقطة ايش؟ سين وصاد، فإن إيش يا جماعة؟ فإن الجيب هو صاد. لو اعتبرنا الزاوية جيب الهاء، الجيب يساوي الصاد. صاد. الجدا يساوي السين. طبعا الظل إيش يساوي؟ صاد على سين. صاد على سين. هاي قاعدة. إيش أقول الآن نقعد نفسر فيها؟ هاي قاعدة، إذا قطع ضلع انتهاء زاوية في الوضع القياسي، زاوية نسميها احنا سميناها هون ايش؟ زاوية ها في الوضع القياسي، ايش يعني الوضع القياسي؟ معروف ايش يعني الوضع القياسي؟ يعني راس الزاوية، طيب دائرة الوحدة، ايش هي دائرة الوحدة هاي؟ دائرة الوحدة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها واحد، دائرة الوحدة. خلينا نرسم الآن رسمة هيك ونشوف شو بطلع معنا. ها هاي هيك وهيك ممتاز. هذول المهندسين او لما استاذ بنطلع انجينير في المستقبل. اكيد انجينير. هاي الانجينير في الجبل الصغيره هي انجينير. انجينير مش انجينير.
طيب صليتوا على النبي يا جماعة؟ وين الانجينير تبعك؟ نأخذ شوية هدول هيك عشان نشوف القصة هاي كيف. وين هذيك؟ وين الفرجار تبعنا؟ الفرجار تبعنا لا موجود موجود جاهز جاهز ها ما فيش تفضل هاي دائرة الوحدة انتبه عليها فلان الأشياء الشغلات الجاية هاي مهمة مهمة جدا خلنا هيك نروق خلنا نروق عشان ايش نمخمخ فيها طيب هاي دائرة الوحدة يا جماعة هاي دائرة الوحدة الزاوية هون الآن بدي أبلش الآن هذا ضلع اعتبر هذا ضلع ايش الابتداء انسانه من ضلع الابتداء انا طلع انتهى الملف الزاويه هون قد ايش قياسها صفر يبقى الزاويه هون صفر ماشي صفر درجه او صفر دائري ما تفرقش الصفر صفر طيب يبقى هون صفر لما نيجي هون 90 الزاويه هون 90 درجه اللي هي نفسها باي على 2 هون باي باي دخل باي 270 3 باي على 2 360 2 باي حلو طيب نرجع لموضوعنا الثاني حكينا قديش هذا طوله واحد هاي دائرة الوحدة أي نصف قطر واحد هذا طول واحد هذا واحد هذا واحد هذا واحد الآن ضلع الانتهاء هاي بلف هيك عند الزاوية صفر ضلع الانتهاء راح يقطع دائرة الوحدة في النقطة هاي واحد صفر إيش النقطة هاي واحد صفر واحد صفر النقطة هاي عبارة عن إيش سين وصار واحد وبرضه هون عند الزاوية اللي هي 90 في نقطة هون برضو أكيد أي نقطة عبارة عن سين وصاد وفي نقطة هون برضو أي نقطة عبارة عن سين وصاد وأي نقطة هون برضو أي نقطة سين وصاد طيب على محور السينات النقط اللي بتقع على محور السينات الصاد إلها صفر النقط اللي بتقع محور السينات كلها الصاد إلها صفر ولا لا؟ الصاد هون كام؟ صفر لو حطيت أي نقطة هون صفر هاي الصاد صفر حط نقطة ثانية هون الصاد صفر ماشي؟ أي نقطة تقع محور السينات الصاد إلها إيش؟ صفر صفر إذا صار عندي هون نقطة هون الصاد صفر وبرضه هون الصاد إيش؟ صفر محور الصاد صفر يبقى هون هاي النقطة الثانية سين وصاد الصاد هون أكيد صفر طيب هذا على محور السينات صاد صفر على محور السينات الصاد صفر وعلى محور الصادات سين صفر السين صفر 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 طيب هذا طلع قديش؟ واحد واحد زين السين واحد على اليمين السين كام؟ واحد عشمال سالب واحد الصاد برضه لفوق واحد لتحت سالب واحد سالب واحد لتحت ايش؟ سالب واحد اذا هاي قاعدة وخليها تستخدمها دايما في الاحداثيات راح يجيك دروس لقدام برضه بتستفيد منها انا على محور السينات الصاد صفر
على محور الصداد السين صدر، على اليمين السين موجب، على الشمال السين سالب، لفوق الصاد موجب، لتحت الصاد سالب. وحسب القاعدة اللي احنا كتبناها اللي هو الجيم بخص مين؟ صاد. والجد بخص مين؟ السين. طبعا الظل تقسمه الجيم بخص الصاد والجد بخص السين، الجيم بخص الصاد والجد بخص السين. لا تنسى عشان تحفظها هيك، عشان لو تخربطت، لو تخربطت في يوم من الايام شغله هيك صغيره بسيطه. هسه الجيم يا جماعه، الجيم لو حطيت على نقط بحط كم نقطه؟ واحدة جيم صح؟ الصاد ممكن تحط عليها كم نقطة؟ واحدة. شو الحروف اللي شكلها هيك؟ يا اما الصاد يا اما الرض، ها صح؟ يبقى الجيم نقطة والصاد ممكن تحط عليها نقطة، فضلك فاكرها بالموضوع هذا. هسا الجتا كم نقطة؟ هاي جيم وهي تاء ثلاث نقط. السين ممكن تحط لها كم نقطة؟ وحط لها ثلاث نقاط تصير ايش؟ شي اربطة هيك برضه ايش؟ تدخل في مخك رابط هيك انه الجيب بخص الصاد والجد بخص ايش؟ السين. طيب ماشي، ها خلصنا من الموضوع خلاص. طيب بما انه الجيب بخص الصاد، الجيب بخص الصاد، اذا على محور السينات، على محور السينات شو بيطلع الجيب؟ صفر. مع محور السينات بيطلع على محور السينات الصاد صفر، والصاد بتخص الجيب، اذا الجيب على محور السينات صفر. اي جيب على محور السينات صفر، يعني لو حكيت تحكي جيب الصفر صفر، جيب ال 180 صفر، جيب ال 360 صفر. طب ماشي، على محور الصادات السين، على محور الصادات السين صفر، السين بتخص الجتا، اذا الجتا على محور الصادات صفر. يعني حكيت لك جتا 90 صفر، جتا 270 صفر برضه. طيب على محور السينات السين، السين بتخص مين؟ الجيب. السين بتخص الجتا، السين بتخص الجتا. طيب الجتا على اليمين تطلع واحد، على الشمال تطلع سالب واحد. طيب الجيب بتخص الصاد، الجيب بتخص الصاد، اذا على محور الصاد لفوق الجيب تطلع واحد، لتحت تطلع سالب واحد. طيب بدنا ايش نعمل لنا جدول هيك، نعمل لنا جدول او نكمل جدول، ها نعمل لنا جدول جديد مش مشكله. استاذ لا سمح الله لو واحد ورانا، وين ران؟ وين ران؟ التليفون معمول ما شاء الله عنك رحمن. طب يا جماعة زي ما عندي هون الجيب، الجيب والجدا والظل عكسهم، عكس الجيب قدا، عكس الجدا قاطع، والظل عكسه ايش؟ قاطع. والزوايا اللي بدك تكتبها، الزوايا اللي بدك تكتبها اللي هي كام حكينا؟ بلش من عند الصفر، هاي الزوايا خليك معي، بلش من عند الصفر، بعد الصفر 90، 90 اللي هو ايش؟ 90 اللي هو كام؟ باي على 2. بعد ال 90 180، باي. بعد 180 3 باي 2 360 ترجع وين؟ عند الصفر. يبقى الصفر هو نفسه 360 اللي هو ايش؟ 2 باي. خليك معي، احنا واقفين عند الصفر، احنا واقفين وين؟ عند الصفر. شغل لي هيك خيال شوي، شغل لي خيالك شوي، احنا واقفين عند الصفر، يعني عند السين وين؟ على اليمين. واقفين عند الصفر او عند 360 او عند ال 2 باي، على السين على اليمين. طيب الجيب بتخص مين؟
ص. طب احنا واقفين على السين معناته الجيم صفر يبقى هون صفر. طيب الجدا بتخص السين يعني بتخص السين واحنا واقفين على السين واحد. ركز معي هون نسيبك من الكلام يا زلمه نسيبك من الهبل زي ما انت اول ثانوي ركز ركز سيبك من الكلام هاي. طيب اول مره هاي اول مره هذه اول مره اذا فهمت اول مره 100% بتضلك طول عمرك فاهمه 100% اذا اول مره الشغله اخذتها فهمتها وهي مشوشه بتواجه فيما بعد صعوبه انك ترجعها 100% زي الواحد لما بتولد واحد مولود اذا اتولد صحته كامله اعضائه كامله 100% اول ما انولد ان شاء الله بضلوا 100% اذا انولد في مشكله عنده اول ما انولد صعب انك ترجعه 100% نفس الشيء الماده اول مره بحكيها قدامك اذا انت ركزت 100% ولقطتها من اول مره 100% بضلها معك 100% اذا انت مشوش او في ناس اصلا تشويش هذا عادتها ما بيعرف يركز ما بيعرف يقعد في شيء بتحس بقرص وهو قاعد. طيب نرجع لموضوعنا يا ريت ما اقعد احكي لفلان سيبك من القلم سيبك من المحايه سيبك من البريزه سيبك من الشلل. نرجع لموضوعنا انا عندي الزاويه اللي هي صفر عند الصفر الصفر يعني وين عند السين على اليمين السين على اليمين. طيب بدي الجيم الجيم بخص الصاد بس احنا واقفين عند السين معناته الصاد صفر الجيم صفر احنا واقفين على اليمين الجدل جدل بخص السين وانا واقف عند السين يعني واحد الظل قسمهم الظل ايش قسمهم صفر واحد صفر هسه هدول مقلوب هدول الصفر مقلوب غير معرض غير معرض يا جماعة الصفر غير معرض يعني صفر على واحد يعني صفر عكسه غير معرض عكسه واحد على صفر غير معرض والقسمة على صفر غير معرض غير معرض. طيب إذا عكس الصفر غير معرف، عكس الصفر غير معرف. طيب، إيش الله فعل وعكس الجد؟ الواحد عكسه؟ واحد. الضلع عكس الظل؟ الظل صفر، إذا عكسه؟ غير معرف. هذا الأصل من الصفر. نيجي للتسعين، اللي هي الضيعة 2، وين احنا هسه التسعين؟ فوق، واقفين عند الصاد. واقفين عند الصاد. طيب. الجيم بتخص صاد وانا واقف عند الصاد واحد الجيم بتخص السين وانا واقف عند الصاد صفر. طيب الظل قسم واحد على صفر غير معرض واحد القطع عكس الجيم القطع عكس الجيم الجيم واحد عكسها واحد القطع عكس الجدل الجدل صفر غير معرض غير معرض. طيب الضلع عكس الظل الظل غير المعرف عكس الغير معرف صفر صفر عكس الغير معرف صفر عكس الغير معرف صفر. لو انت عرفت اول واحدة تعرف الباقي ليش اذا الجيم صفر الجدا واحد اذا الجيم صفر الجدا واحد طيب واذا الجيم واحد الجدا صفر هذا بالنسبة لليمين ولفوق لليمين لفوق لليسار طيب هسه جينا لل 180 هو نفسه محور السناد بس عمود جهه سالبه جهه سالبه. طيب الجيم بخص الصاد وانا واقف على السين معناته صفر الجيم الجيم بخص الصاد وانا عند السين معناته صفر الجتا بتخص السين وانا واقف عند السين واحد بس الجهه السالبه. الان الضل قسم صفر تقسيم سالب واحد صفر صفر تقسيم سالب واحد صفر القطع عكس الجيم اذا الجيم صفر عكسها القاطع عكس الجتا اذا الجتا سالب واحد عكسها سالب واحد الضاد عكس الظل اذا الظل صفر عكسه غير معرض. هاي خلصنا 180 خلصنا ال 180 نيجي ال 270 اذا ال 270 عند الصاد وين؟ تحت عند الصاد تحت الجيم الجيم بخص الصاد وانا عند الصاد معناته واحد بس تحت سالب واحد الجيم
الجدة معناته هي سالب واحد إذا هاي صفر. غير معرض. سالب واحد تقسيم صفر. غير معرض. غير معرض. القدة عكس الجيم سالب واحد عكسها سالب واحد. القاد عكس الجدة الجدة صفر عكس معرض. صفر. طبعا الصفر هو نفسه 360. اذا بدك تركز دائما اذا انت واقف على محور السينات الجيب صفر. اذا انت واقف على محور السينات الجيب صفر. اذا انت واقف على محور الصادات الجتا صفر. الجتا صفر. اذا واقف على محور السينات على اليمين الجتا واحد. الجتا بتخص السين. الجتا واحد. على الشمال سالب واحد. اذا انت واقف على محور الصادات المحور الصادات بخص الجيب. الجيب فوق واحد تحت سالب واحد. سالب واحد. تحت ايش؟ سالب واحد. طيب بالنسبة للظل الظل على محور السينات صفر. الظل على محور السينات صفر. الظل على محور السينات صفر. وعلى محور الصادات غير معرض. الظل على محور السينات صفر. وعلى محور الصادات غير معرض. بدك تطلع اذا بدك تطلع القدة ما تحفظ القدة. القدة بتطلع الجيب وتقلبها او تعكسها. هذا ما حكينا عكسها يعني مقلوبة. اذا بدك تطلع القدة دايما ما تحفظ القدة ما تعرف القدة. تركز ايش في القدة انت. لما احكي لك قدة عطول مخك تشتغل على الجيب واقلب على الجيب واقلب. بدك تطلع القاطع مخك يشتغل على الجتا واقلب. بدك الظتا على الظل واقلب. مفهوم هاي؟ هدول يا جماعة الزوايا اللي هم ايش؟ الصفر والباي على اثنين والباي والثلاثة باي على اثنين والاثنين باي اللي هي نفسها ايش؟ اللي هي نفسها الصفر اللي هي نفسها الصفر. واضحة الشغلة هاي؟ مفهومة؟ في مشكلة؟ طيب ناخذ ايش كمان؟ طيب خليك طيب خليك معي هون. هدول طيب بالنسبة للنسب المثلثية للزوايا هاي اللي هي الصفر والتسعين والمية وثمانين والمية وسبعين وهي نفسها 360 اللي هي نفسها الصفر. طبعا لما احكي لك هون صفر باي على اثنين باي ثلاثة باي على اثنين اثنين باي ممكن ازود برضو يعني هون اثنين باي زيدها باي صار ثلاثة باي ثلاثة باي صار اربعة باي عادي. في شغلة يا استاذ هدول يعني افهمهم ولا احفظهم يعني فهم ولا حفظ هدول. لا بالنسبة لهدول بالنسبة للثلاثين والستين والخمسة واربعين متهيألي حفظتوهم. بالنسبة لهدول الجيب والجتا والصفر والتسعين والمية وثمانين والمئتين وسبعين هدول تخيل تخيل يعني اذا انت خيالك بيشتغل لما احكي لك جيب المية وثمانين ما بيهمني تطلع اقول لك جيب المية وثمانين تحكي لي مباشرة. كويس انك تحكيها مباشرة بس جيب المية وثمانين خيالك لازم يشتغل في حدود اقصى حد خمس ثواني تكون عارفها. كيف يعني؟ اول ما احكي لك جيب ال 180 180 على السين على الشمال الجيب بخص الصاد. انا واقف عند السين معناته صفر. احكي لك مثلا جتا 3 باي على 2 3 باي على 2 اللي هي 270. انا واقف عند ال 270 ال 270 بخص الصاد والجتا للسين. اذا انا واقف عند الصاد معناته لازم صفر. احكي لك جيب الباي على 2 باي على 2 اللي هي 90. انا واقف عند الصاد والجيب بتخص الصاد مظبوط. اذا يا واحد يا سالب واحد بما اني فوق واحد. طبعا انا بحكي لك هيك انا بحكي حكي. هذا الحكي انت وين بتحكيه؟ بعقلك ماشي. يعني لما احكي لك انا جت الصفر واحد ماشي. احكي لك جت ال 180 سالب واحد. احكي لك جيب ال 270 سالب واحد. جيب التسعين واحد. جت التسعين صفر. جت المية وثمانين سالب واحد. جت الميتين وسبعين صفر. ظل الصفر صفر. ظل المية وثمانين صفر. ظل الميتين وسبعين
غير معرض. غير معرض. ظل التسعين؟ غير معرض. غير معرض. طيب. قاطع. قاطع. التسعين؟ غير معرض. لأنه حكيت لك القاطع عكس الجتة. جتة التسعين صفر. اقلبها صفر عكسه غير معرض. ضتا ضتا 270 صفر. ليش صارت صفر؟ لأن أنت بتحكي الضتا عكس الظل. الظل 270 الظل على الصاد غير معرف. غير معرف اقلبه بصير صفر. هيك أنت لازم هاي بتقعد مع نفسك أنت بعد ما تدرس وهيك اقعد مع نفسك اكتبهم كلياتهم كلياتهم. اكتب جدول فاضي جدول فاضي وكل واحدة عشوائي عشوائي املها عشوائي. هاي عبي الجدول بخيالك هيك. الجواب 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 عبي الجدول كامل. طب عبيت الجدول شوف اجابتك صح ولا غلط. هاي الشغلة التشغيل خيال. تشغيل ايش؟ خيال. عالسين السين خص الجتا الجتا واحد عالسين على الشمال سالب واحد وهكذا. فهمتوا كيف الطريقة؟ فانت لما تقول لي حفظ ولا فهم؟ لا بقول لك هي فهم تخيل. ما بدك تحفظه لا تحفظه. خيالك شغال؟ كويس. اذا خيالك مش شغال دربه دربه خليه يشتغل. درب خيالك خليه ايش يشتغل. انت علمي انت علمي. اذا انت بتقول لي انجينير ومش عارف ومهندس المهندس اذا خياله مش شغال معناته مهندس بسيط. اذا مهندس خياله هذا بنط فوق فوق. المهندس اللي عنده تخيلات ايوه. دكتور وخياله مش شغال برضه. دكتور خياله شغال بتخيل اه هذا القلب هيك بيجي دم هيك بيجي اورده من هون بيجي هون في هون ضغط في هون مش عارف ايش اللي هذا الصمام لو عملنا هيك بتسوي هيك. خياله شغال مخه بيربط الاشياء مع بعضها. اللي مخه بيربط هذه مرحله من مراحل الفهم بنسميها مرحله التركيب والتحليل. الفهم له مراحل. في واحد بيحفظ بس زي ما هي وطبق زي ما هي. في واحد بيحلل في واحد بيصير عنده تركيب في واحد بيصير عنده ابتكار في واحد بيصير عنده بيجيب لك شغله جديده. فانت حاول خيالك تشغله. خيالك ايش؟ تشغله في الماده. شغل خيالك. فكل ما خيالك اشتغل معك صح كل ما بترتاح تفهم الماده بسهوله مش تعاني. انا ممكن احفظهم استاذ بس كل ما اجي احتاج معلومه منهم بعاني على ما اعرفها معاناه. في واحد بسهوله جدا بجيب لك اياه. ليش؟ عنده آلية معينه بمخه بتسهل عليه الامور. بتسهل عليه الامور. ماشي يا جماعه يا ما. فما تسالني استاذ هذا فهم ولا حفظ؟ هذا خيال. هذا خيال. ايوه خيال. برضه الخيال له ايش؟ له علاقه بالحشيش زي ما اتفقنا. بس يشتغل الحشيش الخيال بصير ايش؟ يشتغل صح. والحمد لله احنا في الربيع والحشيش مالي البلد الحمد لله. تطلع اي جبل كله خضار حشيش. حش زي ما بدك. كل الحشيش اخضر.